رئاسة المجلس الشعبي الوطني لأول مرة في تاريخ الجزائر من نصيب كتلة الأحرار، وبذلك يصبح رئيسا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية التاسعة، فهنيئا له. بالأغلبية تم التصويت على إبراهيم بوغالي عن القائمة الحرة الوحدة والتداول رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان، متفوقا على مرشح حركة مجتمع السلم، لتحرز كتلة الأحرار الفارق خلال العهدة التشريعية التاسعة بعد تحولها إلى ثاني قوة سياسية خلال الانتخابات السابقة. إن عهدتنا هذه لها من الخصوصية ما تجعلنا نصمم على سواعد الجد، ذلك أنها تعد بداية لمرحلة تؤسس حقيقة وبصدق للجزائر الجديدة التي أرادها شعبنا والتزم بها السيد رئيس الجمهورية. مرحلة جديدة، مجلس بنفس جديد ودور فعال لإعادة كسب ثقة المواطن، هي وعود الوافدين الجدد على قبة زيغود يوسف في أول جلسة علنية لإثبات العضوية. إن شاء الله كشباب سنعطي صورة جديدة على النائب البرلماني، وسنعيد الثقة المفقودة بين المنتخب وبين المسؤول. والله نأمل في هذه العهدة التشريعية أن نكون دور البرلماني رائد، لا سيما في محو الصورة النمطية التي اعتادها المجلس الشعبي الوطني وربما أريفت في عدة محطات سابقة. نأمل أنه إن شاء الله نكون في مستوى هذا الرهان، هذا المجلس الجديد، أنه تقبل تعديلاتنا لأنه فيه تعديلات في المستوى، وأنه هذا المجلس لما لا يقوم هو بالمبادرة التشريعية. في انتظار استكمال تنصيب كل هياكل المجلس وافتتاح أولى دوراته، مسؤولية النواب الجدد تفعيل دور الهيئة التشريعية وإيصال صوت الشعب لاستكمال مسار التغيير وبناء جزائر في مستوى الطموحات.